يا مساء الانتصارات، يا مساء الفرحة والسعادة على كل شعب مصر العظيم. ممسكني ورق وحاجات كتيرة، وأنا الحقيقة عايز أبدأ بإن أنا أسقف الحقيقة، لأن أنا امبارح شفت منظر يخليني مش أسقف، أقعد أسقف طول الحلقة. يعني لو الحلقة ساعتين يجب إن أنا أقف احتراما بعد إذنكم، أفضل أقف ممكن؟ شكرا. يا ريت. أنا بقف احتراما الحقيقة لكل جمهور النادي الأهلي، وبسقف لكم على الهوا، أنتوا تستحقوا كل شيء حلو الحقيقة. النادي الأهلي بالفعل عنده جمهوره، ده حماه. الكلمة دي احنا كنا متأكدين منها 100%، وكنا عارفين إن ده هيحصل وأكتر، ولكن في النهاية المنظر اللي احنا شفناه امبارح والتشجيع المثالي ورد الداخلية وزارة الداخلية على كل ما كان يثار امبارح من كلام غير منطقي، وده هنتكلم فيه بعدين، ولكن في النهاية عايز أقول ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي. مش ألف مبروك إن أنا كسبت الهلال، لأنه ده الطبيعي إن أنا أكسب نادي الهلال السوداني، مع احترامنا الشديد لنادي الهلال السوداني، هذا الفريق الكبير والعظيم وكل حاجة، ولكن النادي الأهلي هو الفريق الأكبر والفريق الأعظم والفريق الأهم في القارة الإفريقية. مش كلامه خلاص، ولكن بالأرقام سعداء جدا بالفوز، مش علشان ان انا كسبت نادي الهلال اللي الطبيعي ان انا اكسبه، ولكن اكتر سعاده ان انا شفت هذا المنظر الرائع. حمد لله على السلامه يا جمهور النادي الاهلي، حمد لله على السلامه لكل جمهور الكره في مصر، بدايه اعتقد بدايه من امبارح وما هو قادم ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي بدا وفتح الباب، كل جماهير مصر، جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الاسماعيلي وجماهير نادي الاتحاد والمحله وكل الفرق المصريه والانديه الشعبيه واسوان، كلهم ان شاء الله هنشوف 50 و60 ألف متفرج، لانه جمهور النادي الاهلي فتح الباب. جمهور النادي الاهلي كان مثالي في كل شيء امبارح. جمهور النادي الاهلي رغم الصيام، لانه جمهور النادي الاهلي كان حاضر وصنع الفارق. بالمناسبه كنت بتكلم من امبارح وبقول ان هي مباراه للاعبين، ولكن طبعا مباراه للاعبين، ولكن جمهور النادي الاهلي ووجوده في الاستاد، وده هيكلمنا عنه عبد الرحمن بعد شويه، جمهور النادي الاهلي ووجوده في الاستاد سلم المباراه للاعبين على طبق من ذهب. يعني ايه؟ يعني خلى لعيبه نادي الهلال نازلين مش قادرين يقفوا من قبل الماتش يا كابتن. والله مش قادرين، ده مش كلامنا على فكره، ولكن ده كلام مدرب نادي الهلال. وبالتالي جمهور النادي الاهلي وجوده رفع الحماس جدا عند اللاعبين نادي الاهلي، وسلم لعيبه نادي الهلال على طبق من ذهب للاعيبه النادي الاهلي اللي عملوا اللي عليهم وزياده. الف 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 مبروك لجمهور النادي الاهلي، وبنشكركم مره ثانيه وثالثه ورابعه وعشره. سيظل دائما جمهور النادي الاهلي هو السند، سيظل دائما جمهور النادي الاهلي هو الداعم الاول والرئيسي، سيظل جمهور النادي الاهلي هو كل حاجه حلوه، سيظل جمهور النادي الاهلي هو من 1907 وحتى الان هو افضل شيء في الكون، لانه جمهور بيحب ناديه زي ما حضراتكم شفتم امبارح.